لا أعتقد أن العراق سيكون في الأولوية بأي شكل من الأشكال، لأن ما تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، خاصة بعد جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية اللي تمر بها شريحة كبيرة من المجتمع، القطاع المجتمع الأمريكي، هذه تأخذ الأولوية. ولكن في السياسة الخارجية ربما العراق يكون جزء من، يحتل جزء من توجهات الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة جو بايدن ليس غريبا عن المنطقة، خدم خلال فترة حكم أوباما، كان هو المقرب وزار العراق عدة مرات، وتربط علاقات ربما أستطيع أن أقول إلى حد ما جيدة مع عدد من السياسيين، ولكن هو يعلم جيدا أن الموجودين في الحكم الآن هم فشلوا فشل ذريع خلال المرحلة السابقة.